صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. يا صباح صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الخميس 13 فبراير 2020، و19 من جماد الاخر 1440. مشاهدينا، النهارده يوم الخميس ودايما بنجيب لكم فقره بسيطه وبنتكلم فيها عن سلوكياتنا وعن عاداتنا وتقاليدنا. النهارده هنتكلم عن الادمان السلوكي. دايما نتكلم عن ادمان الكحوليات ودايما نتكلم عن ادمان المخدرات، لكن النهارده هنتكلم عن نوع اخر من الادمان وهو الادمان السلوكي. الادمان السلوكي هنعرفه النهارده معناه ايه، وهل احنا كلنا ممكن يكون عندنا ادمان سلوكي، ممكن يكون اطفالنا عندهم ادمان سلوكي واحنا مش واخدين بالنا وما بيعترفوش بالادمان دوت. طبعا لان اهم حاجه في حياتنا هي سلوكياتنا، بتنطبع علينا ومع الاسره، وفي بدايه الاطفال طبعا وهم صغيرين بيطلع من تربيه الاسره كلها. فلازم نتكلم في مواضيع مهمه خاصه بعيلتنا وخاصه باطفالنا وخاصه باسرتنا. تعالوا نعرف مع بعض النهارده ايه هو الادمان السلوكي واسبابه طرق علاجه، اهم حاجه كمان. تعالوا نعرف مع ضيفنا العزيز اللي مشرفنا دايما وخبير في التنميه البشريه، الدكتور طارق الياس. صباح الخير يا دكتور طارق. يا فندم، وانا بسعد حضرتك وباقي القناه بتاعتك. وانا والله يا دكتور حضرتك بتنورنا بمعلوماتك كمان القيمه والجميله دايما. ميرسي جدا يا دكتور طارق. طبعا دكتور طارق، كلنا اتكلمنا قبل كده عن الادمان المخدرات وادمان الكحوليات، وفي اشكال كتيره جدا من الادمان، لكن دايما احنا ما ناخدش بالنا من الادمان السلوكي. نعرف مشاهدينا في البدايه عشان يبقوا عارفين وايه هي اسبابه كمان. هو الادمان السلوكي هو ان يعتاد البني ادم على شيء، والشيء ده رغم انتقاد المجتمع ليه وانه ما هوش شيء صحيح الا انه بيصمم عليه. وفي نفس الوقت الادمان السلوكي ده بيتسبب في انه يطلع بره التركيز في الموضوعات المهمه. الادمان السلوكي بيعمل له حاله من حالات عدم الدقة لا في الحكم ولا الدقة في التفكير، وتبص تلاقي دايما ردود أفعاله مش منطبقة على الموقف أو الحدث. يعني تبقى الحكاية بسيطة وهو انفعالاته أزيد منها، أو يكون الموضوع فعلا حجمه مش قليل وهو تبقى انفعالاته هادية جدا. إذن هو شخص ما هوش منضبط سلوكيا. أول ما بتقولي كلمة الإدمان على طول الناس بتفهم إن هو شكل من أشكال الميول إلى شيء أو إلى شكل سلبي معين في حياته والتصميم عليه. وطالما احنا قلنا كلمة الإدمان دي عاملة زي إيه؟ واحد بيدمن على السوشيال ميديا إن هو يدخل على مواقع مش جيدة أو مواقع ما هياش يعني إيه؟ يعني ما هياش من الجانب السلوكي يبقى جانب كويس، زي المواقع الإباحية مثلا. هو مدمن عليها وتبص تلاقيه في طول الوقت متواجد عليها أو في نص الوقت على الأقل. ده بيعمله تشتت وبيبعدوا عن الدقة في الحكم في الأشياء، وبيبعدوا كمان عن الجانب العقائدي. وكمان هو مدمن في النقطة دي بس مش عارف كمان. هو كمان مش عارف، هو بيعتقد إن هو مدمن. من حقه إنه يدخل على الأشياء اللي بيحبها. مش كل حاجة احنا بنحبها بتتحول إلى سلوك جيد. أحيانا ممكن نحب حاجات بتأذينا. فاحنا محتاجين المجتمع ينبه، المجتمع يوجه. عشان كده ما دمنا قلنا كلمة الإدمان يبقى لابد من علاجه بعد كده، ولابد من مواجهته. ما احنا نعرف ان احنا عندنا ادمان، لان في ناس كتيره جدا فعلا يقول لك لا انا مش مدمن. ما هو انا ما بعترفش ان انا مدمن، لان انا زي ما حضرتك قلت دي حاجه انا بحبها، دي حاجه انا بحب اتفرج عليها على طول. زي مثلا السوشيال ميديا كلها، زي الاولاد تلاقي مثلا في طفل يحب يلعب لعبه معينه، ده خلاص ادمنها. طيب دكتور طارق، هنا اعرف ازاي ان انا داخله في بداية الإدمان السلوكي؟ الإدمان السلوكي معناه أنه مع أني أنا بدأت أخد بالي أن أنا بيجي لي حالة من حالات الكسوف أو الحرج أن حد يعرف أن أنا بعمل ده أو أن أنا بفكر بالأسلوب ده، فبخفيه أو بكذب. الكذب هي المرحلة اللي هي بتشكل مفهوم الإدمان.
ان الواحد لما يسال واحد انت بتعمل كذا يقول له لا ما بعملوش رغم انه بيعمله. طب انت بتخفيه ليه لو انت ما انتش مكسوف منه؟ هي دي البدايه الحقيقيه. لانه الانسان ده عنده ازدواجيه، يقول لا لكن بينه وبين نفسه يقول لك انا هعمل اللي انا عايزه. وكتير من الناس بتاذي نفسها سلوكيا وايضا معيشيا باسلوب انها بتصمم على حاجات سلبيه جدا، ومهما واجهناه وقلنا له اللي بتعمله ده هيسبب لك مشاكل كتير يقول لك لا انا مش هعمله، لكن بمجرد ما بيبقى لوحده بيفعل هذه الاشياء. هذا الشخص عنده حاله من حالات عدم الثقه لا في المجتمع ولا في احكامه، كانه بينتقم من المجتمع في انه يعمل اللي هو عايزه. شايف انه لما بيعمل الحاجه اللي الناس عايزينها محدش بيقدر ده، هو شايف كده. هو حاله من حالات الايه؟ فقدان الثقه حتى في التقييم. ان انا كمان ما اقدرش اتوقف على شيء انا بعمله على طول دايما، هو ده الادمان السلوكي. زي احنا عارفين المخدرات وعارفين الكحوليات دي كلها بتبوظ الصحه وبتموت في الاخر. لكن برضو عرفت كده من الاخبار ان في طفل فضل يلعب جيمز ياباني لغايه لما توفى برضو مات. بالظبط. فطبعا الادمان اي شيء غير الطبيعي غير المألوف اللي احنا متعودين عليه ده طبعا بيأثر علينا وعلى صحتنا وعلى كل حاجة طبعا. طيب دكتور طارق، الأعراض اللي ممكن تبان عليا أعرف إن ابني مثلا عنده إدمان سلوكي في شيء معين، في أعراض بتبان؟ آخر إحصائية بتقول إيه؟ الحوادث بتاعت العربيات لقوا إن في 35% من الحوادث بسبب إن الشاب أو الشابة ماسكة الموبايل وبتكتب وبتشوف الفيسبوك والواتساب وهي سايقه، وبالتالي بتفقد التركيز مع الوقت. دي احدى درجات الادمان، انها مش قادره تمنع نفسها رغم الخطر اللي هو حواليها انها تستخدمه. ادي اول عرض، ان انت بداتي حضرتك بتقللي من قيمه المخاطر، ما بقيتيش شايفاها. ما هو الشخص المدمن على المخدرات مثلا ممكن يحدف نفسه من الدور العاشر ويفتكر انه هيطير. ليه بقى؟ لأنه خلاص انفصل عن عقليته أو مخه ما عادش بيديله الإشارات الصحيحة. عشان كده خدي بال حضرتك إن كتير جدا من مشاكلنا بسبب إننا بنهون الأخطار اللي حوالينا. معظم الناس اللي بتعمل حوادث مميتة سواء سيارات الأجرة أو تبص تلاقي صاحبها في الغالب مدمن على نوع من المخدرات. فما بيشوفش الخطر اللي حواليه وما بيقدروش. حتى ما بيقدرش السرعة اللي هو بيجري بيها. عشان كده بقول لحضرتك اول عرض فيه ان حضرتك تقللي وتهوني من حجم الخطر لانك ما انتش شايفاه. اما بقى الجانب الثاني هو الضعف في التفكير. لما حد يجي يتناقش معاه في موضوع تبص تلاقيه في حاله من حالات الغياب، عنده غيبوبه، ما بيستوعبش، مش مركز، عنده توتر وقلق، بيبص عندك بيبص في كل مكان غير الشخص اللي بيكلمه. رقم ثلاثة بقى العنف. يعني في الأول حضرتك هو كان يعني عايش مع نفسه، بعد كده يبقى ردوده عنيفة حتى على نفسه، ممكن يأذي نفسه لأنه الإدمان مخليه حضرتك كمان بيتهاون في حق نفسه. فتبص تلاقيه بدأ يبقى ما بيهتمش إنه ياكل، منعزل مثلا، ما فيش حوار، ما بيهتمش بالعلاقات، العلاقات الاجتماعية مش موجودة. دي كلها أعراض بتبان على أي واحد مدمن. يضعف جسديا، ولو بيلعب رياضة هتبص تلاقيه بدأ يفشل في الرياضة اللي بيلعبها لأنه خرج بره الموضوع اللي هو كان رايح له. الرياضة أن البدن يكون صحيحا، وبالتالي لو هو مندرج ومندمج وسط مجموعة بيلعب وياها هتبص تلاقيه لا يمكن يدمن على شيء، بالعكس. طب دكتور طارق، ليه احنا وصلنا للمرحلة دي؟ يعني ليه بقينا أولاد مدمنين سوشيال ميديا، احنا بقينا كمان مدمنين سوشيال ميديا، مدمنين حاجات تانية، كلام وحوارات تانية، ممكن أي شيء بقينا، يعني كل حاجة بقت بزيادة، كل حاجة بقت خارجة عن المألوف وعن الطبيعي بتاعنا. أسباب إيه ده يا دكتور طارق؟ أهم هل سبب تفكك في الأسرة؟ هل ما بقيناش في حوار بيننا؟ دلع الأولاد، بقينا ندلعهم بزيادة. أنا لي اعتقاد في الموضوع ده يا فندم، إنه كلما زاد نسبة الفراغ يا أستاذ شيرين في المجتمع كلما ملأناه بأشياء ليس لها قيمة. وبالتالي أنت ما بقاش عندك الحاجة اللي تقولي أنا بعملها، أنت ما أنتش متمسكة بالشيء. يعني أنا متذكر حضرتك إن أنا من كام يوم، يعني مش حاجة بعيدة قوي، بائع من البائعين الجائلين واقف في الشارع حضرتك على رصيف وبيبيع ملابس. واحد بينده له وانا معدي، انا باركن جنبه،
بيقول له انا عمال ابعت لك على الواتساب، انت ما بتردش عليا ليه؟ قال له يا ابني انا فاضي، انا عندي زحمه، انا لازم عناية تبقى على بضاعتي. بص حضرتك اللفظ، قال له انا لازم عناية تبقى على بضاعتي، يعني عنده شغلانه شغلاه، عنده زباين بتشتري منه، وقته مليان بشيء له قيمه. ايوه طبعا يا دكتور طارق، واحنا مشكلتنا اذا ما ردتش على التليفون في اي وقت تبقى مشكله كبيره جدا ويحصل زعل. لا اتكلم على التليفون في اي وقت عادي. مش عارفه الناس دايما بتفكر ان انا متواجده على طول على التليفون، ان انا ارد في اي وقت. مش مسموح لك حضرتك تقفليه قبل ما تنامي حتى. حتى ده دي كمان يعني الناس بتزعل جدا. يعني انا لو قلت انا نايم يزعلوا. الناس بتزعل ان انا شايفاك فاتح وان انا شايفاك لسه مثلا قافل او حاجه ما بتردش عليا. فنفسي برضو الناس يبقى عندها وعي طبعا ان كل حاجه ليها وقت، حتى التليفون، حتى لو موبايل ماسكينه. زمان يا دكتور طارق كان عندنا التليفون كان ليه وقت، الثابت الارضي ده كان ليه وقت طبعا. صحيح. وبتتكلم بمواعيد معينه. صحيح. دلوقتي فعلا الحريه بقت تسبب لنا مشاكل كتيره جدا. الله يرحمه. كمان بنأذي نفسنا اكتر واكتر. ابويا كان بيرفع سماعه التليفون الثابت لما كنا نقعد مع بعض عشان ناكل سوا، عشان ما حدش يتصل بيه ويقومه علشان قاعد وسطنا. يقول لك انا لو باكل لوحدي انا ممكن اقوم ارد على التليفون، لكن انا قاعد وياكم يا اولاد انا قليل ما بشوفكم. فعايز اقولك ان هناك في المجتمع كان هناك قيم احنا كنا بنحاول نعملها. زي المطاعم اللي انا في مطعم انا شفته في المهندسين بياخد حضرتك الموبايلات من الناس وهي داخله ويحطها في صندوق قدام الناس، ياخدوها وهم ماشيين بس عشان يقعدوا مع بعض يستمتعوا بالقعده دي. طبعا. دي احدى الاشياء اللي بيحبها الناس في المكان ده. كان حضرتك تحول هذا الموبايل الى قيد في رقبه الناس. ده انا في هو واحد بحس ان هو فيروس مديال ابني لنفسي لاي حد، بحس ان هو فعلا ما بيضيفليش اي هو بقى حاجه. بقى كده فعلا، بقى وباء فعلا للناس كلها. حتى اول ما بتنساه يقول لك انا نسيته في البيت. الحمد لله انا دماغي انا دايما وانا نازله بسيبه الصراحه، الا بس اذا كان في شغل باخده، لان فعلا هو مش شايف ان هو ممكن. صح. فعلا قاعده مع الاولاد فعلا في حاجه لازم. طبعا. وقعده الاسره شيء مهم جدا، وزي ما حضرتك قلت طبعا الوالد شيء مهم جدا، مهم يكون جدا متواجد طبعا. طيب معانا تليفون الاستاذ سعيد من اسكندريه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل. اتكلم الدكتور طارق بعد اذنك. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك حضرتك. اهلا بيك. والله انا بس كان ابني عنده مشكله، هو سن 13 سنه في اولى اعدادي. وما زال بيعمل حاجه يعني التبول لا ارادي اثناء النوم. فكنت عايز اسال ده مرض سلوكي ولا ده مرض عضوي محتاج علاج بيولوجي يعني. هو حبيبي الموضوع ده له علاقة بحاجتين. الحاجة الأولى هو ضعف في العضلات اللي عند المثانة، يعني المثانة اللي عنده اللي هي بتحتفظ بكمية المية، عنده ضعف في العضلات ما بيقدرش يتحكم فيها. ده ممكن تعالج بعد ساعتين، بعد ساعتين من الأولانية من النوم، يعني أول ساعتين في النوم. أيوة مظبوط. طيب الدكتور طارق هيرد على حضرتك. طبعا الحاله دي يا دكتور طارق ناس كتيره جدا بتشتكي منها. يعني طبعا هو يقصد الابن اول ما يخش في النوم، يعني هي قرب الفجر كده. أيوه. بيحصل الموضوع ده التبول الارادي، والمشكله ان هو بيعاني ان ابنه كبير. ده الجانب الاول ان هو ضعف في عضلات المثانه. اتنين بقى، ده التهاب اعصاب، والاتنين بيبقوا مع بعض. فلما الاعصاب عنده بتلتهب في فتره الليل بالتحديد، اللي هي الفترة اللي بيسكن فيها الجسد بالكامل. أيوة. ما بيبقاش فيه أي نشاط. المكان ده بيمتلئ بكمية من السوائل اللي هي بتاعت اللي هو البول يعني. ولأن العضلات عنده ضعيفة فما بيقدرش يتحكم في الجانب ده، ولأن الأعصاب عنده هي السبب، لأنها بتديله إشارات عكسية مع المخ إنه لازم يتخلص من الكمية دي، فما بيلحقش يقوم عشان يخش الحمام. ما هو يا دكتور حاسه ان هو برضو يعني مشكله كبيره جدا. طبعًا. طب العلاج ايه؟ العلاج حاجتين الحقيقه. اننا اولا الرياضه في الجيم ده لابد منه عشان نقوي العضلتين اللي موجودين في المكان ده. ده معناه انه يقدر الجسم يمسك نفسه حتى وهو نايم، او اي رياضه حتى. بس موضوع الجيم ده مهم. لانه رياضه المشي مش هي اللي هتجيب النتيجه. لكن اننا نقوي عضلات البطن، هو ده المساله دي شديده يعني الأهمية. في تمرين معين العجلة. لازم العجله يعني لو كان بيسوق عجلة ده مهم جدا. العجلة الثابتة اللي في البيت. طيب. بس تبقى يوميا مش أقل من ساعة ساعة ونص. طيب وإيه كمان؟ لازم بياخده عند طبيب أعصاب.
لأنه لازم ياخد نوع معين من الأدوية بتقوي أعصاب الجسم وبالتالي بتشدها، فبيقدر ده يحافظ له على الجانب ده. هو عنده إشكالية من زمان بس هو ما كانوش واخدين بالهم منها. كنت لسه أكلم حضرتك، هل الموضوع يتعلق بحالة نفسية أو توتر أو زعلان من حاجة من صغره شاف موقف؟ فلما بيكبر ويبتدي يقرب من سن المراهقة حضرتك، الخوف هو بيحاول يخفيه، ما بيحب يعني، هو ممكن يكون كان بيتلجلج، ممكن يكون بيترعش شوية لما حد يواجهه، كان في شوية ضغط عليه بشكل أو بآخر، بعد كده بيتحول إلى التبول اللا إرادي بسبب إن الأعصاب بتخفي الخوف فبيبان من جانب تاني. طبعا لازم دور الأب والأم إن هم يدوله ثقة بنفسه تاني، دي أهم حاجة، ويكون في حوار وحب طبعًا بينهم طبعًا. مش راجل بقى إن أنا أعامله بعنف كبر بقى وكده، لا لازم طبعا. هو 13 سنة ما كبرش. طيب ميرسي جدا يا دكتور طارق على المعلومة الجميلة دي، لأن فعلا في ناس بتشتكي كتير جدا. أكيد. يعني أهم حاجة الرياضة، أهم حاجة إن يكون في حب بينه وبين وحوار في الأسرة طبعا، والاطمئنان. ما هي أنا حاسة إن هي بتبقى من صغره في مشكلة، فبالتالي هي دي بتتأثر فيه في هذا السن. وهو باين عليه من الطفل من صغره، يعني الموضوع ده متلازم معاه، موجود معاه، لازم هيبقى معاه. لانه زي ما حكيت لك ده كانت احدى معدلات الخوف. طب وممكن يصح مامته تصحيه او باباه يصحي بالليل مثلا ويدخله التويليت مثلا حاجة. قبل لو هي صحته، ما هو يتعود بقى الجسم يتعود يا دكتور طارق، ما هو يتعود ان هو يتخلص من ده وهو نايم، وهي دي الاشكاليه. هي الحكايه مش حكايه ان هو حاسس، هي الاشكاليه ان هو لما بينام وبالتالي المخ بيدي الاشارات اثناء النوم، لكن وهو صاحي لا، هو صاحي ما عندوش اشكاليه. عشان كده بقول لحضرتك لازم من حاجتين. الحاجه الاولى ان الاعصاب ننتبه لها، لان دي امتداد لمساله الخوف. اما الجانب الثاني هو تقويه عضلات الايه البطن، يتجه برضو الطبيب ويشوف ايه المشكله. والرياضه طبعا، الرياضه في السن ده كمان حلوه. مهم قوي. طيب دكتور طارق، نتكلم عن الادمان السلوكي. ان انا ابني مثلا مدمن في بلاي ستيشن لعبه معينه، ازاي اديله البدائل، اعلمه ان في وقت معين مش كل وقت ان انت تقعد على البلاي ستيشن، ايه البدائل اللي انا ممكن اديها لابني بدل ما يكون يدخل في الادمان السلوكي؟ احيانا في عائلات بتتخلص من الزن بتاع الاولاد انهم يقعدوا يلعبوا، وفي سن مبكره جدا لاحظت إنه هو الايباد في ايد اطفال عندهم 4 سنين وبيتفرجوا على الكرتون جواه. لا، لازم نعمل عمليه التغيير في سن مبكره. يعني تعالي نبدا، معلش ناخد خطوات الخلف، احنا نقفل موضوع الالعاب الالكترونيه ونعود مره تانية للالعاب اليدويه مش الالعاب الالكترونيه. احنا كان عندنا مكتبه موجوده في منطقه وسط البلد، عنده لعبه شهيره جدا موجوده في كل مكان. اللعبة دي بتتفك وبتتركب ويتعمل منها مجسمات، مجهود عضلي وفكري يشغل. ومش بقى كده، ان في 2-3 من العيلة اشتركوا فيها، وهي دي حلاوتها. فالاب يقعد مع ابنه وهو بيلعب، وبعدين يديله بقى نوع من التحفيز، لو انت قدرت تعمل شكل حلو هجيب لك هدية، هجيب لك لعبة تانية، وبالتالي الولد يشغل دماغه. بعد كده هيستهون بالحتة الالكترونية، ما بقتش مهمة بالنسبة له، ده هو عاوز الحوافز اللي من هذا النوع. يديله حاجه يفكها ويركبها، فهو يحس بمتعه هذه الجزئيه والنجاح اللي بيعمله، تشجيع طبعا من الاب. بدليل ان حضرتك ممكن تكوني قاعده قدام التلفزيون ويجي عليكي وقت تقومي قافلاه، ليه؟ زهقتي فتقومي ماسكه مجله او كتاب فتشعري بسعاده اكتر. يبقى ده معناه ايه؟ معناه انك انت من ثقافتك تقدري انك تمنعي نفسك. طب اللي ما بيقدرش يمنع نفسه بقى، الاب والام يدوله البدائل، ياخدوه ينزلوا يتمشوا، ما تيجوا ننزل اولاد نتمشى شويه، ما تيجوا نروح نجيب حاجه، ويجيب لهم لعبه، يجيب لهم حاجه كده يتسلوا بيها، ياكلوا لقمه يا ست بره وخلاص، بس يخرجهم بره الايه؟ المود. صح، واحنا لازم نغير سلوكياتنا كلها، لان احنا بقينا قاعدين بنستسهل فعلا. والموبايل ده بقى شيء عادي عندنا. بالظبط. وهو ادمان سلوكي غلط، ولازم ننبه ولادنا كمان المراهقين الجيل اللي طالع. طبعا. مشكله كبيره جدا. طب دكتور طارق، يعني اقدر افرق ازاي من الادمان السلوكي والوسواس القهري؟ يعني انا ممكن افضل متعوده على لعبه معينه، او على اتفرج على فاشن حاجه معينه، او حاجه على السوشيال ميديا على طول، اعرف ازاي ان انا خلاص مدمنه ولا ده عندي وسواس قهري؟ الوسواس القهري هو شكل من اشكال القلق والخوف، ودايما في صوره معينه انا برسمها، انا هتعرض لخطر، انا هتحصل لي مشكله، انا خايف من الناس.
الوسواس ده مسألة بتتحول إلى حالة من حالات الإدمان على الشك، مش الإدمان السلوكي. وبالتالي أنا حتى لما حد يقول كلمة حلوة قدامي يبقى هو عايز مصلحة، لما يكون في حد بيزعق يمكن يكون بيزعق لي، لو أنا عملت حاجة مش هتطلع صح، ده الوسواس القهري. لكن الإدمان السلوكي بقى هو شكل من أشكال العادة للأسف. أنا أتعود، فاكر حضرتك زمان أول ما قابلتك قلت لك على حكمة الاستفادة من الأشياء وتكوين الشخصية. انتبه دائما إلى عاداتك، هي تتحول إلى أفعال، وانتبه لأفعالك ستتحول إلى عادات، ثم انتبه لعاداتك هي التي ستتحول إلى الطباع، أما الطباع هي التي تحدد شخصيتك. عشان كده لازم نبتدي الأول من الفعل. أخبار أفعاله إيه؟ لو بيجري كتير في نشاط جسماني نشجعه عليه، ما نقولوش اقعد. في آباء بيشتوا دماغهم أمهات، أنا لو شفتك بتجري هعاقبك، فبدأ يخاف من حركة الجسد في السن الصغير، فبدأ يقعد، فبدأت تشغله التلفزيون عشان تخلص من الزن بتاعه والجاوي. ودي مشكلة بنلاقيها في الآخر يا دكتور طارق. ما تتحول الطفل إلى... لازم يكتشف العالم كله من حواليه وكل شيء طبعاً ويكسر ويخرب ويعمل كل حاجة علشان خاطر في الآخر إحنا نعلمه الصح من الغلط طبعاً. ونعرف، وكل طفل بلاحظ إن هو ذكي من صغره يعني. بس المشكلة كلها فعلاً الأب والأم هم اللي بيديروا الدفة إزاي بقى، زي ما بيقول. وبنكتشف هواياته. هو هوايات فعلاً جميلة جداً. هي شقاوته اللي بتعمل الهوايات. صح. طيب معنا تليفون. صباح الخير ام ايمن. ام حسام، السلام عليكم. ام حسام اهلا بيك، صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير، كيف عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. انا عندي ابن، ابني عنده 3 سنين. فهو في العربيات بقى يعني بابا او عمامه او جده اي حد يجي لازم ياخده لفه بالعربيه ويعيط، ولازم يمسك المفتاح ويقعد على الدركسيون، وفاضية لو ما عملناش كده طول اليوم اي حد جايب عربيه لازم ياخده ويلفه، ولو ما عملناش كده يعيط وما يسكتش، والعربيات اللعب دي ما بتشدش انتباهه خالص، يعني طول اليوم عايز مفتاح عربيه في ايده وعايز يطلع يقعد في العربيه. هي دي المشكله يا ام حسام. عنده 3 سنين. عنده 3 سنين، هو سائق كمان قوي. ربنا يخليه لك. بيلعب كتير، وبعدين مثلا الكرتون والتلفزيون ده ما يشدش انتباهه اي حاجه في الدنيا غير هي العربيه، لو ما عملناش كده طول اليوم يعيط ما ياكلش ويترمي في الارض، يعني مدوخنا بصراحه. طيب ما فيش بدائل يا ام حسام؟ دكتور طارق دلوقتي بيقول يعني ممكن تمسكيه يخرجوه يلعب تجيبي له العاب تركيب. لا يمكن، هي يخرجوه يلف بالعربيه. حتى لو ركبنا تاكسي يشبط عايز يقعد على هو اللي يقعد مع السواق. طيب يا ام حسام، الدكتور طارق هيرد على حضرتك، ربنا يخليه لك. اتفضل يا دكتور طارق. ده طفل 3 سنين هوايه العربيات والسواقه ويتحرك. بس هنا المشكله بقى، يعني متعود ازاي على النقطه دي؟ لانه ده طبيعي يعني في بعض العائلات كده، وبعدين هو ما اتعودش من اول ما اتولد. ده هو لما جه قعد في اب ممكن يكون حاطه على رجله وهو بيسوق. معظم الابهات الصراحه بياخدوا ولادهم كده، وبالتالي هو عينيه جايه على ده لانه زيه زي اي طفل في الدنيا، وبعدين لقاها متعه بالنسبه له. مبدئيا احنا بنهرب من حكايه ان هو يقعد يعيط ده وعايز مفتاح في ايده. احنا ممكن بنعمل حاجه بسيطه على البلاي ستيشن، ان احنا بنجيب له حاجه زي الدركسيون بيسوق عربيه على الشاشه عده مرات، وبالتالي ياخد على هذا الشكل من المتعة. إن شاء الله نديله مفتاح في إيديه كأنه المفتاح بتاع اللعبة. مع الوقت هيبقى حكاية أنه يركب العربية دي ما بقتش هي المهمة، هو عايز يلعب اللعبة دي. مع الوقت مع اللعبة دي هيزهق منها، لأنها تبقى بالنسبة له خلاص بقت في إيديه، ما بقتش بالنسبة له متعة. في بقى أبهات بيعملوا حاجة دمها خفيف قوي، كل مدة زمنية بياخدوه على حاجة زي الملاهي مثلاً، فبيركبوا العربية التصادمية الصغيرة دي. العربية دي لما تتحرك قدامه وهو اللي بيسوقها بإيده بيستمتع بيها مع الوقت، فيبتدي يشبط فيها، هياخد وقت على ما يعرفوا يشيلوه منها ويمشوا. ده طبيعي. بس بعد كده هيشبط في الملاهي مش هيشبط في العربيات، فاحنا نحولها سنة سنة لغاية ما يبتدي سنه هو كمان يبقى أكبر شوية، يبتدي يتنبه إن اللعبة دي ما بقتش هي دي. على فكرة أنا بطمنها وبقول لها إنه عشان عنده 3 سنين هو مش واخد باله إنه هو بيشبط في حاجة، هو عايز الأب يهتم، هي عاوز الأم تهتم. الأطفال في السن ده بيعيطوا على أي حاجة. أنا لو جعان وعايز آكل، طب ما تقول أنت جعان، لا يعيط.
أخد على كده ما تخليهاش تقلق لأن ده طبيعي جدا، وفي نفس الوقت حاولي بس تغيري اتجاهاته. البدائل اللي تديله حاجة تانية تعوده، والموضوع طبعا هياخد وقت وفترة طويلة لما يتعود. وثلاث سنين عملية انك تكوني شخصية الطفل صعبة يعني. لكن لازم يبقى في اعتراض منه لانه طفل، فهو مش فاهم انت بتعملي ايه اصلا. ده غير كمان لو في اولاد في العيلة بيطلعوا في دماغه الحكاية مدلعينه كمان يا دكتور. هي بتقول يعني لازم اي حد معاه المفتاح ياخده وينزل، ما بيقعدش خالص. فده ممكن يكون الام والاب بقى يتجهوا اتجاه تاني ويعلموه اشياء تانية. طبعا دي احسن. مشاكل كتيرة يا دكتور طارق بتقابلنا، واحلى حاجة واحلى حاجة دايما التوعية طبعا للام والاب، وكمان علشان الاولاد دلوقتي بقوا متفتحين وهم صغيرين بسبب التكنولوجيا وبسبب التطور اللي احنا بقينا فيه. صعب انك تخلي شخص طفل تكون له شخصيه سليمه. صحيح. يعني دايما بيبقى ليهم اراء ودايما بيبقى ليهم اتجاهات تانية يعني. طيب دكتور طارق، تنصح المشاهدين ايه، وتنصحنا الانسان او اللي لسه داخل في الادمان السلوكي ان هو ازاي يعرف ان هو داخل في ادمان سلوكي، وتقدم له نصايح كده خفيفه علشان يقدر يتجه اتجاه سليم ويكون عندنا وعي وثقافة للأشياء التانية. الإدمان السلوكي لا يحدث في حياة البني آدم إلا لو جاله ما يسمى بالاختراب البيئي جوه بيته أو جوه مجتمعه. والاختراب البيئي إن أنا جوه بيته حاسس إن أنا ما أناش عايش مع حد، إن أنا عايش لوحدي، إن كل واحد في حاله، إن لما أجي أتكلم بيكون رد الفعل علي عنيف. في ساعات بعض الأبهات والأمهات ما بيتفهموش، فيبقى الشخص مثلا الطفل بيتكلم وعاوز يلعب، عايز يقول اي حاجه او عايز يقول رايه في موضوع يتكتب اسكت ما تتكلمش، وساعات الكلام بيبقى عنيف للغايه. ارجع بعد كده بزعل وبقول ده عنده ادمان سلوكي، ما هو هرب الى الادمان عشان مش لاقي حد يسمعه. عشان كده انا كل اللي انا عايزه يكون هناك عيله. العيله دي دايما بتبقى بتحتوي اطفالها، حتى لو اصاب الطفل ملل وحس ان الام كل شويه بتسال، ما هي الام اللي بتكلم بنتها انت وصلتي فين، انت عملتي ايه، خلصتي ولا ما خلصتيش. دكتور طارق هنعمل ايه، احنا لازم نسال ولازم نطمن. ده اهم حاجه، ما انا بقول يعني ده اهم حاجه. بس هم الاطفال او المراهقين بيتضايقوا من النقطه دي. خليهم يتضايقوا بالذات المراهقين. ولعلمك بقى لو انت ما اتكلمتيش وقعدتي مده ما بتساليش هتلاقي حد بيسالك، ايه ماما يعني ما سالتيش عليا النهارده؟ ده طب خدت بالك ازاي؟ يبقى ده معناه ايه؟ هم حابين ده بس مش حابينه كده، هم حابينه بأسلوب مختلف. حلو. هي الطريقه والاسلوب بس. طيب طبعا دكتور طارق انا بشكرك جدا طبعا على اللقاء الجميل دوت. وفعلا اهم حاجه لازم يكون عندنا وعي وثقافه للاشياء اللي بنستخدمها طبعا. زي ما حضرتك قلت هي في الاخر ممكن تكون عادات، ممكن تكون عادات سيئه وممكن تكون عادات صح، فانت اللي بتقرر وانت اللي بتشوف هتعمل ايه في حياتك. واهم حاجه طبعا كل ام ان هي تاخد بالها من اولادها وخصوصا المراهقين، لان داخلين في جيل تاني يا دكتور طارق. فلازم عينينا تبقى عليهم. الموبايل بيبقى بوقت، الالعاب كلها تبقى بوقت، لازم نلاقي بدايل، لازم القرايه، لازم الكتاب، لازم يبقى عندنا وعي وثقافه للاشياء طبعًا. اكتر واكتر طبعًا. طيب سؤال اخير بقى، دور الاب والام بسرعه، اهم حاجه عشان الوقت بس، نصيحه كده. يملوا وقت اولادهم دايما بانهم بيحبوهم ومنتبهين ليهم ويتابعوهم في كل حاجه بيعملوها، ويلعبوا وياهم اذا امكن. انا عارف ان الوقت بقى ضيق، ان شاء الله تدي لابنك نص ساعه، ان شاء الله تدي لابنك 10 دقائق، بس اسمعوه وما تسيبوهوش لوحده. ونديه ثقه بالنفس اكتر واكتر بالحب. هي مش بالحب طبعا، بالحب هي طبعا. مشكله بلاحظ كل الاولاد الثقه بالنفس دي بتبقى مهزوزه شويه. صحيح. اشكرك جدا يا دكتور طارق، وان شاء الله يكون لينا لقاء تاني باذن الله. ده شيء يسعدني جدا. مع بعض بشكرك جدا، كلامك جميل فعلا وحوارك ممتع. اشكرك. الله يخليك يا فندم. مشاهدينا، المدمن او الادمان السلوكي هو مش مذنب ولا مخطئ، هو بس مش عارف هو داخل في انهي اتجاه، هو مش عارف هو مدمن ولا لا. لازم طبعا يكون عندنا وعي وثقافه لكل شيء، كل حاجه لازم تديها يعني وقت مناسب ليك، الوقت اللي فاضي ليك، دي اهم حاجه علشان ما نخشش في الاخر في الادمان السلوكي ونضطر ان احنا نروح ونتعالج لدكتور. مشاهدينا طبعا بشكركم وبشكر ضيفنا العزيز النهارده الدكتور طارق الياس. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. والشمس هي طالعه مع راحه البال، يا صباح الصحه.
والخيل والجمال، والشمس هي طالعه مع راحه البال. يا صباح الصحه والخيل والجمال، والشمس هي طالعه مع راحه البال. يا صباح الصحه والخيل.